عدد من الفرص كبير، مع فارق بقى ان عندنا لعيبه في عدم خبره، بعض اللعيبه لعيبه صغيره لسه بتلعب اول موسم، فممكن تبقى نازله الماتشات الكبيره دي وهي عندها بعض القلق شويه او بتلاعب اسم النادي الاهلي. لكن انا عادتي يعني ما بكلمش على لعيبتي في المؤتمر، لكن هم ادوا اداء كبير، تنقصنا طبعا بعض الحاجات، لكن اداء مبشر جدا ان ممكن يتعمل فرقه تعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. كان سير المباراه زي ما احنا شايفين في الاول والاخر، كان الشوط الاول سجال تقريبا، النادي الاهلي بيحاول يعمل لعب دايركت، يعني بيحاول يوصل على طول عن طريق حسين وبيرسي تاو، وهم اللي فرقوا معاهم غالبا. واحنا كل الفرص اللي كانت بتجيلنا كانت بتضيع لعدم التوفيق او التسرع شويه، ودي كوره في الاول والاخر. النادي الاهلي عنده خبره اكتر، اللعيبه عارفه تكسب الماتش ازاي بغض النظر عن شكل الاداء. يعني الشوط الثاني احنا كنا افضل، يعني اغلبيه الوقت في الشوط في النص الاولاني من الشوط الثاني، لغايه ما الاهلي جاب الجول برده من اول هجمه عملها في الشوط الثاني. لكن هي مباراة يعني نتعلم منها شوية حاجات بالنسبة للعيبة الصغيرة، وفي نفس الوقت هم 3 نقط راحوا برضو بغض النظر عن احنا بنلعب مين. كنا نتمنى احنا نعوض ال3 نقط الأولانيين النهارده، كان الأداء جيد، اللعيبة كانت تستحق، لكن هو توفيق ربنا في الأول والآخر ما كانش معانا النهارده. وبنقول في الآخر برضو مبروك ال3 نقط للنادي الأهلي.